من شكل السينما بعد 25 يناير لشباب التشكيليين، وقلنا انه احنا متبنيين كل جهود الشباب اللي موجودة دلوقتي سواء في الجامعة سواء تشكيليين علشان يقدموا كل المشاريع اللي ممكن تفيد بلدنا وتخلي بلدنا بشكل افضل واجمل. يمكن هنتكلم على مجموعة من ائتلاف شباب التشكيليين عملوا جدارية توثق احداث الثورة المصرية على مساحة 138 متر، واعتقد دي من اكبر الجداريات الموجودة في شارع التحرير في الدقي، وممكن ببساطة الناس تروح تشوفها. الجدارية أقيمت في احتفالية سميت يا ثورة دقي. عشان نعرف أكتر عن تصميم الجدارية وتنفيذها هيكون معانا في الاستوديو النهاردة الفنان هيثم هندي أحد المنظمين لاحتفالية يا ثورة دقي، وليندا أسامة أحد المنسقين لاحتفالية يا ثورة دقي. صباح الخير يا شباب. صباح النور. الأول هيثم، الفكرة جات لكم منين؟ هو احنا كنا عملنا قبلها احتفالية عن السلام وكده، عملنا فيها جدارية، عملناها في الدقي برضه، فكان رئيس حياة الدقي موجود وعجبه شغلنا، فقال لنا بقى ممكن نعمل حاجات تانية كتير وكده، اتفقنا معاه على شوية من المشاريع، وهو ساب لنا الدقي كلها بقى. قال لنا انزلوا الدقي شوفوا أي أسوار أنتوا محتاجين تعملوا عليها حاجة، قولوا لنا إيه الأماكن اللي تحبوا تعملوا عليها وكده. اخترنا أول حاجة، قال لنا عايزين أول مشروع نعمله يبقى عن الثورة. فاخترنا السور ده بحيث ان هو حاجه في شارع التحرير، حاجه تودي الميدان وكده، الناس فعلا كانت بتمشي منه، فحبينا ان تكون دي اول مشروع لينا نعمله عن الثوره كده، يكون شارع التحرير. جميل. طب انتوا كام فنان اشتركوا في الجداريه، و ليه اخترتوا الموقع ده بالظبط؟ يعني هو الموقع ده عشان في شارع التحرير، شارع رئيسي، ناس كتير شايفاه، العربيات رايحه جايه عليه طول اليوم، كمان هو شارع مؤدي للميدان نفسه. يعني انا واحد من الناس اللي هو كنت ببقى في الميدان ايام الثوره ساعات بروح منه يعني، فحبينا ان احنا يكون الشارع ده هو حاجه مرتبطه بمكان الاحداث كمان. جميل. طيب لو اتكلمنا عن الجداريات عموما في بلدنا هنلاقيها قليله، بس يمكن من فتره ايام ما مترو الانفاق كان بيتعمل في النظام السابق كنا بنلاقي جداريات كتير، كان اللي عامل غالبيتها دكتور سامي رافع، من يعني ما احد اهم الدكاتره واساتذتنا في الكليه. هل فكرتوا ان انتوا تتجهوا الاتجاه ده، ان انتوا تعملوا جداريات مثلا في ناحيه محطات الاتوبيس، يعني حاجات اللي هو الناس تحتك معاها بشكل مباشر؟ يمكن لان مش كل الناس بتروح شارع التحرير في الدقي، احنا بنتكلم على الحاجات اللي الناس العاديه بتحتك بيها، بحيث ان احنا نرفع الذوق شويه. هو احنا ده هدف رئيسي عندنا، ان احنا نرفع الذوق العام وننمي الحس الفني عند الناس، ونربط الفن بالشارع المصري اللي هو احنا حاسين ان هو فقير فنيا فعلا، فاحنا حابين نضيق الفجوه بين الشارع يعني بين الفن والمواطن المصري البسيط. ففعلا بنفكر نعمل حاجات تانية في نطاق اوسع واماكن تانية كتير، وفعلا عملنا جداريات تانية قبلها في اماكن كتير كمان. هرجع لك اعرف منك الجداريات فين ومكانها فين، بس حابب اعرف من ليندا. ليندا قولي لي، بما ان انت احد لينا يعني اسف، بما ان انت احد المنظمين، ما تكلميني عن احتفاليه يا ثوره دول. احنا يعني الحمد لله عملنا الجدارية اللي قبلها، جدارية السلام في الدقي، وكانت بالنسبة لنا اول مرة نعمل جدارية كبيرة في مكان غير يعني غير قبل كده. كنا رسمنا في التحرير، وكنا رسمنا في امبابة، جملنا شارع كامل، رسمنا 140 عمارة 140 عمارة رسمنا شارع كامل. يعني ده كان شارع سيد عبيد. جميل. احنا يعني اخترنا شارع لانه كان اتوفى منه احد الشهداء في الثوره، غير اسمه الشهيد، وفعلا بقى اسمه شارع الشهيد. بعد كده عشان كمان الشارع ده حسينا انه هيفرق فيه ان احنا نجمله ونحاول ننشر فكره جديده عند السكان. طيب الاحتفاليه دي تبقى حوالي كام يوم؟ هو يعني احنا قدرنا احنا كنا فاكرين هنعملها على يومين، بس قدرنا نخلصها في يوم واحد. كنا 50 فنان، واشتغلنا يعني من الصبح لغاية آخر اليوم، وهي عامة بتوثق الأحداث بتاعة الثورة برضو بحس جمالي وباستخدام علاقتنا بالفن التشكيلي. يعني هل هي مقتصرة على الجداريات، ولا هل في أنشطة تانية بتبقى في الاحتفالية؟
هو يعني الاحتفالية دي احنا عملنا فيها الجدارية. الاحتفالية اللي قبلها كانت جدارية السلام، كنا عاملين مهرجان في حفلات مزيكا، كان في فرقة مغنخانة وكذا فرقة تانية. و طبعا كلهم متبرعين بوجو كمان. هو كمان الجدارية الأخيرة اللي هي ثورة ضوئي، كنا عاملين فيها ورشة للأطفال كده، ورك شوب يعني، الأطفال بقى يلونوا وبتاع، حتى كان في ناس يركنوا ينزلوا عيالهم يقعدوا يشتغلوا معانا وكده، طب فكانت حاجة جميل. جميلة. انت برضو ما قلتليش كان عددكم كام، حوالي قد ايه؟ المشاركين، هو احنا الائتلاف بيضم عدد كبير جدا من الفنانين التشكيليين، كل يوم العدد ده بيزيد. انا بتكلم على اللي شاركوا في الناس بيشاركوا بيه. الجدارية الأخيرة يا ثورة ضوئي شارك فيها حوالي 50 فنان. جميل. طيب خدت قد ايه في وقتها في التصميم على الورق وفي التنفيذ؟ هي كانت معموله، الجداريه كانت معموله باستخدام ايه، موزايك لا لا، ولا رش ولا سبراي ولا ايه؟ احنا استخدمنا الوان بويات والوان بلاستيك وحاجات كده، ف يعني زيت، ممكن نقول ان هي جداريه زيتيه. اكريليك، هي اكريليك. اكريليك. جميل. هي على مساحه، المساحه الكبيره دي طبعا استخدام الزيت فيها صعب، فكانت الخامه اكريليك. بس الاكريليك اصعب على فكره، حد معلوماتي بما ان انا خريج فنون جميله، يعني الاكريليك اسهل. الاكريليك اصعب لانه للمشاهدين ما يعرفوش الالوان الجواش ممكن لما تحط لون على لون يسيحوا على بعض ويدوك درجه تانية. الاكريليك اللون نزل خلاص هو كده، لازم بعد كده تحط عليه لون تاني من اول وجديد، ما ينفعش ان انت تسيحه او تعمله. هو بس الفكره ان احنا بنبقى منظمين الالوان وعارفين اللون ده هيتحط فين، ومحددين اماكن بحيث الناس حتى اللي بتيجي تشتغل، لو حد وقف عربيته ونازل يشتغل معانا بنقول له اللون اللي هتمسكه ده هتحطه في المنطقه دي ونعمل له عليه علامه كده. احنا معانا صور ممكن تعلق عليها دلوقتي، هنزل على الشاشه. دي ده السور والحيطه قبل ما نشتغل عليها. كمان الاكريليك والبلاستيك ليه احتمال للشمس اكتر، عشان كده بنستخدمه في حاجة جدارية اكتر من لوحة زيتية في المرسم، وبتفضل الالوان فتره اطول. تفضل فترة كمان اطول. الميزه الاكبر ان هو الوسيط بتاعه المذيب الميه، ميه. فطبعا اسهل في غسيل الفرش والحاجات احنا دي. لسه معانا السلايدز بتاعت الموضوع ده، كان التصميم في الاول، ده كان بعد ما ابتدى يتلون شويه. او الشغل بياخد خطوات، يعني بننزل اول الاوت لاينز وكده، وبعدين بنبتدي بقى نلونها ونكون الالوان والناس تشتغل. ده هنا الصور قبل وبعد، الصور قبل وبعد. ده اول يوم لتحت اخر اليوم وكده. جميل جميل. طب انتوا خدتوا قد ايه وقت في تصميمها هي تصميمها اول ما اخذنا الدعوه من رئيس حي الدقي اللي كان معانا اصلا في احتفاليه السلام، شاف شغلنا في الجداريه فكلفنا ان احنا نجمل الدقي عموما، وقال لنا بس جميل. عايزين أول حاجة نعملها تكون حاجة عن الثورة، فاخترنا السور ده لأن هو مساحة طويلة ونقدر نعمل عليه تصميم متكامل ماشي ورا بعضه هنا كده. صورتكم آخر اليوم تقريبا، مين ده كله رافع علامة النصر؟ اللي هو خلصناه النهارده، احنا كنا عاملين الايفنت واعلنا عنه ان هو هيبقى على يومين، فكانت الجدارية دي اكبر شوية من جدارية السلام، فافتكرنا ان احنا ممكن ما نقدرش نخلصها في يوم واحد. جميل. طب انت في كلامك قلت لي ان رئيس حي الدقي وقف معاك وطلب منكم تجملوا الحي، طبعا ده يعني نوجه له كل الشكر ونطلب دعمه كمان، ويا ريت رؤساء الاحياء يعملوا زيه. هو فعلا بس دعمنا فعلا. انا ده جميل، انا عايز بقى اعرف منك، هل في دعم بشكل رسمي؟ هل في دعم مثلا من وزارة الثقافة؟ ولو ما فيش، طب انتوا محتاجين دعم من مين، او تحبوا تقولوا لمين عايزين دعم علشان نعمم التجربه دي؟ لان انا شفت في شوارع بالمناسبه في الزمالك ابتدى يحصل فيها ده، يعني في الشارع اللي هو عند النادي الاهلي اللي هو شارع صغير اللي هو بيعدي من عند البرج، الشارع ده مرسوم عليه حاجات على الجدار او الحيطه، فازاي ممكن نعمم ده، او انتوا محتاجين ايه؟ هو احنا كل مشروع بيبقى ليه ممولين مختلفين وحد بيدعمنا مختلف، يعني مثلا رئيس حي الدقي كان هو اللي دعمنا في الجداريه الاخيره بما انها في الدقي وهو اللي طالبها مننا وكده. قبل كده كان في وزاره الثقافه قطاع الفنون التشكيليه كان دعمنا في مشروع امبابه. كل بقى احنا طبعا كلمني محتاجين اكتر عن مشروع امبابه، بس في حاجه بسيطه عشان برضه هو مشروع امبابه، هو احنا بنحب يكون احنا جزء من عمل تنموي مجتمعي، ان بس في الجزء اللي احنا متخصصين فيه وهو الفن. فلقينا ان احنا هدفنا ان احنا لازم ننمي بقى ذوق الناس ونرتقي بقى بالفن في عملتوا الشارع. جدارية هناك؟ عملنا، هي ما اعتبرناهاش جدارية، احنا اعتبرنا ان احنا الناس لو ما كانتش هتروح الفن في المعارض، يعني ما كانوش هيروحوا للفن، هننزل لهم احنا بالفن في الشارع، واعتبرنا ان الشارع ده بالذات
اتبناه معرض عام بقى للناس كلها، سواء اهل الشارع او الناس اللي هيعدوا على الشارع وكده. جميل، كل الكلام ده جميل. لينا، ايه اكتر الصعوبات اللي واجهتكم؟ يعني انتوا بالعكس انتوا خلصتوها بدل يومين خلصتوها في يوم. ايه بقى، طبعا ما فيش حاجه في مصر من غير مشاكل، ايه المشاكل اللي جات لكم؟ هو بس احنا يعني كنا متوقعين ان ممكن يبقى في قلق من ان احنا ننزل نرسم في الشارع، ممكن نلاقي الناس مش حابه قوي اللي بيحصل، او يبقوا قلقانين من ان دي حاجه جديده في مصر عموما. بس كان كويس قوي ان احنا لقينا الناس مش بس مرحبه بده، لكن كمان متفاعله معانا. يعني كان بيحصل كتير ان الناس حد تركن عربياتها وينزلوا يشتغلوا معانا. او اطفال يجوا نعمل لهم ورش طب ما ده الايجابي، انا بس عايز اعرف المشاكل عشان لو في مشاكل نحاول نحلها او تتسهل بعد كده علشان نعمم الموضوع، لانه يعني للاسف بلدنا في السنين اللي فاتت يعني تميزت في القبح وفي الوان غريبه، الناس بتعمل العمارات بالوان غريبه والناس بترمي زباله في كل حته، فلو احنا نقدر نجمد ده يا ريت، يعني لو نقدر نسهل ده ونشوف مين الجهات اللي ممكن تساعدكم في ده، فيا ريت على الاقل نغير شكل قاهره المعز. يعني اكيد احنا الموضوع هيكون اسهل لو نزلنا نرسم، لقينا حيطة متجهزة شوية مش متكسرة قوي، لو لقينا المكان الشارع انضف. دي حاجات بتاخد مننا مجهود في الاول، ما هياش بالظبط يعني ما بنبقاش مستغلين يعني قوي فيها. انتوا اللي بتنزلوا مثلا على شارع مليان، هو انتوا اخترتوا الشارع ده، فالشارع ده مليان زبالة مليان بحاجاته، فانتوا بتروحوا تقوموا بالمهمة كلها بس هو يعني تنضفوا في الجدارية وتعملوا الاخيرة، وتجهزوا الحيطة يعني ما هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل، بس الجدارية الأخيرة كان رئيس حي الضوء قام بالواجب، يعني قام بكل حاجة من دي يعني. فهو كان بعت الناس تنظف الشارع الأول وجهز لنا الحيطة وسهل لنا كل حاجة، اللي هو احنا كنا متخيلين ان هيبقى فيه صعوبات، لأن ان احنا لا بدل ما على كنا الاقل محتاجين الناس بعد يومين. كده لما يبقى في جداريه الناس هتتكسف تروح رامي زباله او مبهدله الدنيا، يعني نتمنى اللي هو يعني، هيصعب عليهم المجهود اللي اتعمل. فللاسف احنا في مصر، فمتوقع ان الناس تفضل تعمل كده، نتمنى ان الناس تبطل السلوك ده. جميل، طيب عشان اسالك على رد فعل الناس في الشارع، عايز اعرف ايه الموضوع الرئيسي او ايه الموضوعات. ما هو طبعا الجداريه ب 138 متر يعني اكيد مش موضوع واحد، لا يمكن تكون كلها موضوع واحد. ايه الموضوعات اللي انتوا تناولتوها عليها وكان رد فعل الناس عليها ايه في الشارع؟ هو احنا كان الجدارية في موضوعها العام بتتكلم عن الثورة جميل، وأحداثها، ما كانش بس احتفالا بالثورة ونجاحها، هو كمان توثيق لأحداث الثورة والمكان والزمان. احنا كان فارق معانا ان احنا نحط الرسمة دي في المكان ده في الوقت ده، عشان ما حدش ينسى اللي بيحصل، ما حدش ينسى شوية الانجازات اللي احنا قدرنا نعملها فعلا لغاية دلوقتي، والروح الجميلة اللي كانت موجودة في الميدان في الايام بتاعت المظاهرات وقبل التنحي، عشان ما يبقاش مع الوقت الناس يجي لها احباط او حاجة. طب انا بتكلم انه برضو يعني انا عايز اعرفها تفصيلا شويه عشان الناس اللي قاعده في البيت، ما هو ماشي عملنا جداريه عن الثوره، انا برضو عايز اللي قاعد في البيت يفهم هي عباره عن ايه، يعني هي اكيد كذا مشهد، طب ايه كانت ايه الافكار اللي محطوطه فيها؟ هو كان في 2 اشتركوا في التصميم في الاول، وفي ناس تانية شاركت باراء صغيره او مين؟ طب بابداع يعني برضو صغيره. عشان يبقى هو الفضل انا مين مسموح؟ مصطفى البنا كان عمل الجزء اليمين، وانا كنت عملت الجزء الشمال، وفي الاخر اخدت التصميمين مع بعض، وفي كمان داليا درويش عملت جزء صغير، اخدت الثلاثه مع بعض ودمجتهم في تصميم واحد، عملت لهم نفس الباك جراوند وكده يعني.